عايزين نحسب رد الفعل عند الدعامة المفصلية ب قول بتأثر على الجسم، يبقى عندك هنا رد الفعل عند الإيه؟ إن إيه؟ يبقى عندك هنا مركبتين بي إكس بي واي عند القوة ب120 وعزم ازدواج بيدور عكس عقارب الساعة ب20 نيوتن، فمشان القوة في اتجاه الإكس بيساوي صفر، يبقى عندك البي إكس ناقص 120 يساوي صفر، البي إكس يساوي 120 مش القوة في اتجاه الواي بيساوي صفر، يبقى عندك ان ايه ناقص بي واي بيساوي صفر، المعلق كله سمشن مومنت حوالين نقطة بي بيساوي صفر، نجيب العزوم هنا، يبقى ده عزم صفر وده عزم صفر، يبقى ان ايه بتدور مع عقارب الساعة يبقى سالب ان ايه المسافة اللي هي 125، 120 عكس عقارب الساعة زائد 120 50، وعندك عزم بيدور عكس عقارب الساعة يبقى زائد 20 بيساوي صفر، يبقى ان ايه هتطلع بتساوي ميتين وتمانية نيوتن. خد ال ان ايه اهو بقى هنا يطلع ال بي واي يساوي 208 نيوتن. يبقى رد الفعل عند البي يساوي جذر التربيع بي اكس تربيع زائد البي واي تربيع يساوي جذر التربيع ل 120 تربيع زائد 208 تربيع، تطلع بتساوي